اهلا بكم مره تانية على الهواء مباشره في برنامجكم شباب على الهواء، واهلا بمشاركتكم تلفونيات فول البرنامج رقم 3845001. رقم التليفون مره تانية هو 3845001. النهارده بنتكلم عن الرياضه، اهميه الرياضه، وهل الرياضه مفيده في الصيام ولا لا. كمان الفنون في رمضان بنلاقي فيه فنون كتيره جدا، في نشاط فني بيبقى موجود. خلونا نرحب بضيوف النهارده، بيشرفني في الاستوديو ياسمين حسن، اهلا بك يا ياسمين، اهلا كل سنه بحضرتك، طيبه ورمضان بحضرتك كريم. تاني. انت كمان طيب؟ بيشرفني محمد جمال، اهلا بك يا صباح محمد، الخير عليكم. كل سنه طيب، صح سلامة، كله تمام، الحمد لله تمام. تمام متاخد ولا ايه؟ لا صايم بقى وكده. الحمد لله. طيب جميل، اهلا بيكو. الاول بتمارس الرياضه ولا لا؟ طبعا. بتمارس الرياضه هو انا ماشي ولا رياضه رياضه؟ حاليا ماشي، بس انا كنت لعبت سباحة فترة وباسكت بول كويس، كاراتيه، يعني نوعت، عملت نوعت يعني. تشكيلة كده. جميل. بالنسبة لك يا محمد؟ لا بقالي فترة منقطع عن أي رياضة. باين عليك. يعني الحمد لله. جميل. بس هل ممكن تمشي؟ كتير، أنا بمشي كتير في اليوم، ممكن في عدي 4 ساعات في اليوم ماشي. تمام. طيب احنا النهاردة يمكن بنتكلم على الرياضة في الصيام، واعتقد ان الفنون كمان ليها دور في الصيام. هل ممكن نرسم لوحة في شهر رمضان تكون مختلفة عن أي شهر تاني؟ اكيد أي وقت طبعا، تاني؟ اكيد طبعا. هو الفن التشكيلي بيناقش كل حاجه، يعني تمام. فمجالاته كتيره ومتعدده وخاماته اكتر، فممكن ان احنا نناقش بيه رمضان. كان لسه قريب تم مناقشه السيره النبويه من خلال معرض الدكتور طاهر عبد العظيم، فدوت بيدل على ان الفن التشكيلي بيدخل في اي مجال، حتى لو من ناحيه دينيه. فحتى كان افتتحه مفتي الجمهوريه، كان في قبل شهر رمضان. تمام. فدوت انا عايزه بس اوضح للجمهور الفن التشكيلي هو عباره عن ايه، لان انا شايفه ان الفن التشكيلي مش واخد حقه في مصر قوي. فعايزه اقول لهم ان الفن التشكيلي بيبقى عباره عن ان انا بشوف حاجات حواليا من الطبيعه وبعيد صياغتها بشكل جديد او بشكل مبتكر او من وجهه نظري الخاصه. دلوقتي في ناس كتير بتتساءل، مثلا لما بيشوفوا لوح بالصدفة يقولوا مثلا هي اللوحة دي بتعبر عن ايه، تمام وخلاص وبيمشوا، تبقى كويس. حاجة عابرة مرت عليهم كده، اللي هو احنا معرفناش هي بتعبر عن ايه تمام وخلاص. فأنا عايزة أوضح إن التشكيلي هو الفنان اللي بيصيغ الطبيعة بأسلوب آخر، فديت هو بيصيغها فن من التشكيلي وجهة، بينقل الفنان؟ لا أمال إيه؟ التشكيلي، كلمة تشكيلي إن هي المقصود بيها الفنان الفنان التشكيلي، طيب ماشي هو جميل. الفنان اللي بيصيغ الطبيعة بشكل آخر. جميل. محمد، هل صغت الطبيعة بشكل آخر ولا لأ؟ طبعا، يعني احنا بناخد وصغتها إزاي؟ احنا بناخد الشكل الطبيعي حسب احساسنا بيها. يعني انا ممكن اشوف انسان باسلوب واحد تاني شايفه باسلوب تاني اخر. يعني انا اشوف انسان ككتلة لحم وجسم وكده، غيري ممكن ما يشوفوش كده، ممكن يشوفه كآلة، آلة متحركة ماشية ليها عقل وليها كل حاجة، بس هو شايفها ان هي آلة كجماد قدامه، بس العقل هو المتحكم فيها. جميل. طيب انا لما نشوف اللوحه اللي معايا ديت، اللوحه الاولانيه دي، شوف بس اللوحه الاول وبعد كده نستقبل التليفون. انا كده ماسكها صح؟ كده صح. اوكي، انا كده مش باين اللوحه اللي باينه. في اللونج انا باين، هي انا ورا اللوحه. اللوحة دي رموزها متاخدة من شغل الفنانة عفة ناجي. يعني ده هنقدر نقول ان اللوحه منقوله يعني ولا لا ايه؟ مش منقولة، هي الرموز اللي اشتغلت بيها الفنانة عفة ناجي، أخدت منها بعض الرموز واشتغلت فيها وضفت عليها حاجات أنا بإحساسي. طب ايه المقصود من اللوحة دي؟ هي دي كانت عن الفنون الشعبية، ونلاقي فيها هنا العروسة متاخدة بشكل مختلف تحت في اللوحة من تحت، كويس. وفي برضو يعني ندخل فيها روح إسلامية شوية بوجود كلمة الله مرتين في اللوحة، مرة فوق ومرة في الجنب. كويس. البنت المصرية بأسلوب وشعار بتاع النيل الفرعوني، وبرضو في رموز نوبية موجودة، لأن عفة ناجي كانت مهتمة جدا بتسجيل النوبة. كويس. بس يعني هل لما بيكون في فنان انا تأثرت بيه، هل بيبان على الشغل؟ يعني ببقى واخد رموز، ومش ده بيبقى زي ما نقول نقل الفكر الفنان؟ يعني فكر محمد فين في اللوحة؟ هو في مرحلة بنعدي بيها كلنا، ان احنا بناخد الاول نتعلم من الكبار بتوعنا ومن ده حقيقي، اساتذتنا، ده حقيقي، وبعدين نبدأ نعمل احنا نضيف اسلوبنا.
انا مش هتعلم فن ان انا كده اتولدت فنان. جميل الاول انا بتعلم من فنان، بتعلم من الطبيعة، تمام بتعلم من ممارستي انا لوحدي. جميل جميل. نستقبل التليفون معانا، معانا جاليليو على التليفون. يا جاليليو اهلا وسهلا بيك، ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. اخبارك انت ايه؟ الفنانين دول تبع الجمعية بتاعتك ولا ايه؟ اه طبعا اه طبعا، دول محمد من الاعضاء طبعا. المؤسسين، جميل وياسمين من الاعضاء الجدد بتوعنا، بس ناس نشاطين جدا بصراحة. كويس. انا لسه كنت بسأل محمد، لما بيكون واخد بعض الرموز لبعض الفنانين، مش ده بيبقى زي ما بنقول ان انا يعني في حالة من الاقتباس من الفنان، بيبقى شخصيتي لسه ما بانتش في اللوحة، فهو قال لي ده طبيعي ان احنا في المرحلة الاولى ده بيتم. بتتعاملوا ازاي مع الفنانين لما بيكون عندهم المرحلة الاولى دي؟ هو لازم نسيبه الاول يتاثر باي فنان من الفنانين اللي هو عايز يتاثر بيهم، تمام، لغايه ما هو هيجي في وقت معين ويلاقي نفسه. شخصيته تبان شخصيته لازم هتبان لوحده، كويس. هتبص تلاقي ليه التكنيك بتاعه وليه الرموز بتاعته، زي ما محمد عامل لوحات كلها رموز متاثر بيها من فنانين تانيين. لكن تمام هو هيجي وقت من الاوقات هتلاقيه هو لوحده طلعت شخصيته وطلعت التيمه بتاعته اللي هو يشتغل بيها. جميل جميل. بس انا عايز اقول، بس يعني اكمل على كلام ياسمين لما قالت ان الفن الناس بتقلق منه والناس مش فاهماه. انا عايز اقول بس للناس تخش المعارض، تتفرج على المعارض، تتفرج على اللوحات. الناس خايفه تخش المعارض، فاكرين ان دخول لا، المعارض ما فيش حد دعوات. بيخاف يا لا جاليليو، بس هو بيبقى اكيد النقطة في يعني حد ياسمين ذاتها ان ممكن ما فيش تقول لك، دعاية كافية للمعارض، فالناس ما لا لا بتعرفش. بالعكس والله بيعمل دعايه وكل حاجه، بس للاسف ان اكتر الناس اللي تدخل المعارض هم الفنانين نفسهم. لما فين الجمهور؟ احنا عايزين الجمهور يخش لان انتوا بتروح. بتبلغوا بعض يا جليل. انا عايزه ادي لا حضرتك والله مثال على الموضوع ده. في مهرجان الجرافيتي التاني كان في متحف محمود مختار، انا كنت مشاركه انا بس فيه. اشكر جليليو الاول، بشكرك جدا يا جليليو على مشاركتك، وشكرا ليك، كل سنه طيب. يعني عايز تقول ايه؟ كان ساعتها علشان يعملوا علاقه ما بين الفن وما بين الجمهور اللي في خارج المتحف، عرضوا جزء من اللوحات في الشارع على سور المتحف بره، والجزء التاني كان في حديقه المتحف. كويس. الناس كانت بتمر، يعني اوريدي في حاجات في شدتهم متحف ان محمود هو مختار. في متحف محمود مختار، في حاجات شددهم ان هو في لوحات معروضه بره، فكانوا بيسالوا ليه؟ طب هو احنا ينفع ندخل؟ ما عندهمش، يعني ما عندهمش فكره ان مثلا ده مكان حكومي تقدروا ان انتوا تدخلوا فيه، ومن حقكم ان انتوا، متاح ليكم يعني ان انتوا تعرضوا فيه او ان انتوا تشاركوا في ورش ودوت، يعني حق الناس كلها. يعني مثلا في برضو انا مع حضرتك ان مفيش دعايه كافيه. كويس. يعني مثلا القطاع الحمد لله بيطبع بوسترات كتير جدا، بس تعرف البوسترات ان ديت التشكيلية البوسترات ديت توزيعها بيبقى مقتصر على ايه؟ على قاعات العرض الاخرى مثلا، تمام بتتعلق في قاعات عرض تانية في الكليات المتخصصة للفنون الجميلة. انا شايفة عندي اقتراح، يعني يا ريت لو يتم قول تحقيقه. قول. ان هم ليه ما دام يعني المعرض بيخلص واوريدي بتبقى فيه بوسترات ما تمش استخدامها، ليه ما تتوزعش مثلا مع الجرايد الحكومية، تمام، دي او وجهة نظر تتوزع محترمة. او تتوزع بامفرد تمام بمواعيد المعارض اللي هي في خلال الموسم كله، ويبقى الناس وجهة عارفة نظر. ان دوت بالمجان ودعوة مفتوحة للجميع، مش شرط يكون معاهم شفت دعوة. اللوحة بتاعتك انا ماسكها ازاي؟ طب هي على فكرة كده غلط. انا كده ماسكها بالشهادة صح؟ ثواني، ما انا مش هي شايف، بتطول ما انا مش بس شايف. كده، هي اوكي كده، لا لا كده بتطول. بتطول بتطول. اوكي وروني بقى اللوحة عشان انا مش شايف. بس انا فاكر انها ساقية يعني. ايوه تمام كده. تمام هي ديت جزء من لوحه، هي اللوحه حجمها 2 متر في 2 متر و10. شاركت فيها في صالون في صالون الشباب السنه يعني دي. دي المفروض دي مجموعة لوحات صغيرة مع بعض بتتجمع مجموعه مع بعض بتكون، انا حتى معايا عاملة لوحه جزء كامله هنا منها. على اللاب اهي. انت عاملة عندك اللوحه صورة كامله، على اللابتوب؟ اللوحه كامله موجوده هنا. للوحة كاملة. انا في لوحي عايزه اشرح برضو للناس، يعني هو المفروض ان وجهه نظر الفنان بتبقى خاصه بيه، تمام والمفروض ان المشاهد بيكون وجهه نظر خاصه بيه، مش لازم ان هو يوصل للراي الفنان اللي الفنان عايزه في لوحته. كويس. بس انا هقف عند اللوحة اللحظة. اتفضل. انا شايف ان اللوحة متناولة الساقية من زوايا مختلفة، من زوايا مختلفة، يعني مش كلهم مكملين بعض يكونوا شكل عام. لا طب مش ايه الغرض من الزوايا المختلفة دي؟ ليه؟ الغرض من كده، ان هي الساقية بتمثل لي عنصر الزمن اللي بتلف، تمام والخشب عنصر قاسي قوي بطبيعته متين. تمام استخدمت الخشب في الاساس علشان الخشب اصله حياة،
يعني مثلا الخشب احنا بنجيبه منين؟ انا فاهم، من الشجر. انا فاهمه يعني الجزئيه دي، لكن انا جزئيه ما استخدام انا الزوايا هقول لحضرتك، المختلفه ليه؟ هقول لحضرتك يعني ليه ما بقتش لوحه واحده ان انا اشوف الساقيه كامله؟ الساقيه بدأت في الاول بنيانها سليم وبتبدأ تتكسر في الكادر ده هنا في التاني. اللوحه. بتبدأ تتكسر في الكادر التاني، يعني بتتكسر بس ما اتكسرتش قوي، تيجي في الكادر التالت بتبقى مفتتة عبارة عن خشب.